الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العنوان: وإن تطيعوه تهتدوا، جزء من آية كريمة من كتاب الله تعالى، وهي الآية الرابعة والخمسون من سورة النور. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآية دي يا جماعة فيها موعظة وفيها بيان للطريق الموصل إلى رضا الله تعالى وإلى جنته، وفيها موقف الرسل أو الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب عليه، وفيها الواجب على الأمة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله سبحانه وتعالى أمرنا إن نطيع الرسول الرسل، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، أي عما جاءنا به من الحق والبينات والهدى، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك البغوي، ابن كثير في تفسير القرآن العظيم والبغوي في معالم التنزيل: فإنما عليه ما حمل، أي من الرسالة وما أمر به من التبليغ والهدى، ذا الواجب عليه. الله حمل إنه الرسالة والأمانة يوصل للناس، وهو الصلاة. ولا نحن حملنا به الاستجابة لهذه الرسالة، شكد الله بيسألنا كلنا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في سؤال بعدين يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله سبحانه وتعالى قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالأمة ويريد لهم الخير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن يصيبكم العنت المشقة والضرر، حريص عليكم على ما يقودكم إلى النفع في الدنيا والآخرة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي حديث يا جماعة عجيب جدا في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، الأصنام والمعبودات بالباطل، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
وتلا قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي، ثم بكى. حديث صحيح في صحيح مسلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيه وهو أعلم. فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ما الذي يبكيك؟ قال: أمتي يا جبريل، أخشى على أمتي. فرجع جبريل عليه السلام إلى ربي سبحانه وتعالى فقال: اذهب إلى محمد وقل له: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وده يوريك يا جماعة حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، زول ولا عليه نار، فجعل الفراش والجراد، اللي هو الذباب أو الجراد المعروف اللي أنا مسميه القبور، يقعن فيها وهو يذبهن عنها. زول بالليل ويحتاج للنار عشان يضوي وعشان يعمل الأكل، وفي البرد عشان يتدفى بالنار. أول ما ولع النار الحشر بيقى شنو؟ والجراد يجي يقع في النار، وهو ما دار الحشر يقع في النار، وهو يذبهن عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. الحجز، قال النووي رحمه الله: مربط الإزار، يعني نص الزول محل بيربط الإزار التكة. قال: هو ماسكهم من المحل ده عشان ما يقعوا في النار، وهم بيقعوا دار بيزوغوا بيغاد يقعوا. ده من حرصه على الأمة. عشان كده أول ما جاء والحق الرسول عليه الصلاة والسلام طلع جبل الصفا وطوالي صاح للناس، فاجتمع عليه الناس. قال كما في تفسير ابن كثير: لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم في جيش ورا الجبل ده، ورا الوادي ده جاي عليكم يا جماعة، تصدقوني؟ وفوق الجبل. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، انت ما بتكذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مش قال لهم الكلمة دي لا إله إلا الله، وقال لهم دي لو قلتوها بتفلحوا تفلحوا. عمه قام اللي هو أبو لهب، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ دازي جامعنا قال عشان تقول لنا الله واحد؟ الله رد عليه سبحانه وتعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. شوف الشقاوة دي كيف. الزول سمع القرآن والصورة دي سمعها، لكن لأن القرآن صدق ما قدر يسلم. لما يموت، لما مات ما قدر يسلم. يعني شوف شوف أوريك الصدق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي الجماعة بدل يسلموا، كثير منهم قالوا في سورة الصاد، الله جاب كلامه، قالوا: أجعل الآلهة، عندنا آلهة كثيرة، قال
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة واحد بس إن هذا لشيء عجاب. ده كلام عجيب قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل الذكر عليه من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب إلى آخر الآيات. عشان كذا يا جماعة الناس ذيل أعرضوا وأبوا الدعوة وأصابنا الهلاك. والليلة كثير من الناس خالفوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفوا أمره. ناس يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام عنده دعوة مستجابة، أي نبي من الأنبياء عنده دعوة مستجابة، رسول من الرسل دعا بها، إلا النبي عليه الصلاة والسلام ادخر عشان يشفع على الأمة، ما قال دعوة دي أدعو بعمارة ولا بدنيا ولا بأكل ولا شراب ولا أقعد حي ليوم القيامة، ما قال دعوة دي ادخر عشان يشفع على الأمة دي. والأمة الليلة بتخالف إلا من رحم الله كثير من الناس. وأنا عشان الكلام يكون مرتب ومفيد يا جماعة بلخص لك الموضوع في 4 نقاط. 1 في العقيدة، 2 في العبادة، 3 في الأخلاق، 4 في المعاملات. ودي أهل العلم قالوا الاتباع بيكون في 4 أشياء دي. أنت لو داير الله يحبك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولو داير تدخل الجنة وفي الجنة ترافق الأنبياء والرسل تتبع النبي عليه الصلاة والسلام زي ما في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الله بلمك مع ديل إذا صح التعبير. بعدين تخيل أنت في الجنة وديل الأنبياء قدامك تعايل لهم هذيل والصحابة وتشوف أهل الصدق تشوف أهل الشهادة وأهل الخير والصلاح كله أنت قاعد فيهم تعايل لهم وتكون معاهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في رفقة أحسن من دي؟ والله ما في. والله الجنة دي لو ما في أي شيء شفت لو راكوبة بس فيها الأنبياء دي الكفاية. قال الله محل ده داود عليه السلام وده سليمان وده موسى وده عيسى عليهم السلام وده الرسول صلى الله عليه وسلم وده محل زي دي ثاني دار شو في أحسن من كده؟ والله ما في. أصل أنبياء وترى رب العزة والجلال ما في أحسن منك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبعدين الدنيا دي زائلة ما تدعب كثير. ونحن عاينا لقينا الشغلة دي الغنيان تعبان فيها. بس في غنيان مرتاح كلهم متجرسين كتار متجرسين. شيخ دخل شيخ وبصلع ارتفع دولار وذاك نزل والبلد وماشيين وجايين ما فيش. والفقير تعبان بيشتم في البلد يقول لك كان لقينا فرصه غايته مرقنا منها ثاني يوم نقبل عليها مرقه اخيره بس. والعيان امش كذا شوفهم في المستشفيات. انا مره قبل 5 سنوات جاتني حمى وتعبت ودوني مستشفى عياده في الدروشاب. دخلت اجو انا تعبان وممكون ما قادر أحمل. في زول جنبي نساني العيا ذاته
كورك يا فلانة بيتو قاعدة جنبه ودوني أحمد شرفي أنا خلاص دار أموت ودوني سريع. الممرضة جات وقالت لا حاجة ما تسوي لنا إزعاج، الممرضة ذاتها صعبة ما تسوي لنا إزعاج، قال الله قعد ساهينا بنديك حقان وحاجات انت حي كذب نجيها كان موتة بندفنك ما تسوي لنا إزعاج. قالت له قامت لفت لي قال لي اسمع انت النحل ده بيقتل؟ انا ذاتي ما طمنته كله كله، قلت له والله احتمال يقتل غايته واظن طاقاه ونحل ولا شيء. لا انا 30 سنه قال لي ما خشيت المستشفى ما في قاعد يقول نسيت العيا ذاته. العيانين تعبانين في البلد زهجانين، والكويسين ملاوزين هم لاوزين كورونا والله يستر. وواحد لاقاني قال لي والله ده نسلم لكن ملاوزين غايته اعفي لينا. قلت له ما في مشكله كلامه صح يعني ما في مشكله. فالدنيا دي يا جماعه زائله لكن بعدين الراحه قدام. جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ادخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، يعني بشوفوا الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة أي النظر إلى وجه الله. نعيم كبير. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، موية صافية ما بتتغير ولا بتنتن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. شغل عجيب. الزول الدار يخش النعيم ده ودار الجنة ودار النجاة ودار الهداية اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء يا جماعة في العقيدة، عقيدتك دي تكون زي عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تخالفوا. هسي الناس بيقول لك الجماعات كترت والأحزاب والطوائف، يا مولانا احنا ذاته تحيرنا يا أخي. يقول لك أي زول يجي ده يقول لنا كلام وذاك كلام وديل مشكلين مع ديل ذاته ما عارفين انهم مش وين، تحيرنا. يقول لك يا مولانا ما في حيرة يا جماعة، أنا والله وراك الطريق الواضح. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتابع النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي صحاح الألباني فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في اختلاف والاختلاف ده ما قليل، اختلاف كثير يا جماعة، لكن الحل شنو والنجا كيف ونعمل شنو؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي المهديين من بعدي صحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وإياكم ومحدثات الأمور،
شيء جديد في الدين تتركوه، جابوا جديد الناس بدع. أما في الدنيا ما في مشكلة، مروحة، ميكروفون، كبابي معينة، مكيفات، دي مع دنيا ممكن تزيد فيها، لكن في الدين الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الكباية دي ما كاملة، لكن كذي كاملة، دين ده اكتمل كذي. طق تاني انكبيت بيحصل شنو؟ دفك. الله كمله، ما هو ولا مليمتر تزيد، بس تعمل بس. والناس في الدنيا بيعملوا بالتوجيهات، لكن في الدين سبحان الله إلا من رحم الله. هذا يعني فإنه عربية تقول لي يا أخي فيها ثلاثة محلات، محل بتاع بنزين ومحل بتاع موية قدام تفتح الكبوت ومحل بتاع زيت فرامل ولا غير، وجاب ثلاثة باغات، باغة فيها موية وباغة بنزين وباغة زيت. يقول لي يا أخي الزول الصنع العربية ده قال لك البنزين كبه في التنك والموية كبها في الأديتر، الأديتر والزيت في الباكن بتاع الفرامل. قال لا لا لا، ما كله سائل سائل، نكب الموية في التنك، نكب البنزين في محل الفرامل. طبعا بدوس فرامل بيكون وفرمل من الحياة ذاته، بيكون مشى محل بعيد، ونكب دي في دي بتمشى الشغلة دي، الزيت نكبه في دي، ما عندها محلات معينة. ما هو ده بيسمع كلام ده في بتاع العربية، والله الخلق سبحانه وتعالى يقول لا اعمل كذي، بيقول وكذي ماله وده ماله. أول شيء تابع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة من البداية من لا إله إلا الله، رسول فيه ما شنو لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بحارب تعظيم البشر فقدرا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في سنن النسائي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. العقيدة أهم شيء، علم الناس التوحيد في الشدائد وفي الكرب، كان بيلجأ لله سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وصاحبه منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبه ولي ولا ما ولي يا جماعة؟ ولي كبير، أكبر ولي في الأمة دي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الغار، ولي كبير لكن ما بيتصرف في الكون. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الاعتماد على الله والتوكل على الله واللجوء إلى الله. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا. نازل واكفين هذه الجنب الغار، كريان هذه ظاهرة، لو واحد بس دنقر بس، لو نظر أحدهم موضع قدميه بس لو دنقر كده لرآنا. قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ كي قال لك ومن الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما قال لي أبو بكر كده أصبر لي شوية، أنا أربط لك حجاب بتاع إخفة، الناس دي ما بشوفوا أي شيء، ما عندهم حجبات،
ولا عندهم اعتماد على البشر. ولا أبو بكر قال أنا منفخ من كرعين، ولا قال أنا بتصرف فيهم، لأنه جماعة الله في القرآن قال رب العزة والجلال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. شوف بعد قال شنو: له معقبات. الله جعل للإنسان ملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. شفت القرآن ده بملاك يقين وتوحيد، وبزهدك من البشر وبعلقك في الله الخلق البشر سبحانه وتعالى. والله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف بعد قال شنو: وإذا أراد الله بقوم سوءا. شفت الآية دي لو في إمتى حجاب بتقطع، ودعة بتقطع، كمون بتيدع، لو في حاجة في البهيمة بتقطع طوالي، لو في حاجة في العربية خاتية من العين للعين بتيدع طوالي. دي بتملاك توحيد وعقيدة وإيمان ويقين. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الكلام أوضح من ده؟ فلا مرد له. جاي عقرب تطقك ما في شيء بيردها، الله كتب لك ما بتطق. جاياك طلقة ما في شيء بيردها، جاياك مصيبة ما في شيء بيردها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، ده الله سبحانه وتعالى. هسه البرق ده لما نيجي في ناس بيخافوا وناس بيطمعوا. الزول تلقى الجنيات الصغار مما البرق يجي طوالي بيجروا جوا الغرف، كان بيلعب ورا بيجروا. البرق ده لما نيجي صح ولا ما صح؟ والزول اللي عنده زراعه بكون طمعان، الله يجيب المطر، يقول الله يجيبه، عنده زراعة في الخلا، ده طمعان وده خايف. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. سحابه ثقيلة أقوى زولة سن، لو أدو كورة بس بتاع التلج قال له أمسكها كذا الساعة واحدة بالظهر أقيف في نص الشمس بيقدر يثبتها ولا بتسوح منه؟ تزوح طق 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 مهما كان، طق كان عمل لها كده بتنقض بالجنبات. سحابة قدر الجبال، قدر الجبل فوق نقطة ما بتنزل، شمس قريب ما بتنزل ولا نقطة، ما قوي. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ملائكة بتخاف منه، ملائكة. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده كله قال: وهم يجادلون في الله. بعد ده يجادلوك ولك الله براو، ننادي براو، لين نادي براو وغيره ماله، ما في زيه يا أخي، لا مثيل له، لا ند له، لا يستحق العبادة إلا هو. دعاء غيره شرك، دعاء غيره بجيب الغضب، بجيب السخط، بجيب العذاب.
له دعوة الحق الله سبحانه وتعالى دار الحق تسأل الله وتدعو الله وتدعو الناس يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى ده الحق يا جماعة والذين يدعون من دونه بنادوا غير الله يخلوا الله يتركوا الله ينادوا غير الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه زول يده كده ده بير بير قدامه البير ده هذيك المويه بدل يعمل يده كده زي الكورة ويغرف ولا مطر جاي من فوق يعمل لها كده قام عمل يده كده مسطرة بس دي بتمسك مويه كده كباسط باسط كفيه إلى الماء بنادي في المويه ليبلغ فاه الماء ده مش للخشب ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء شو القرآن ده واضح كيف الله قال لكم يا ناس قل للناس ذيل الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل للناس تركتوني أنا ومشيتوا للأولياء قل أفاتخذتم من دوني أولياء ما لنا الأولياء لا يملكون لأنفسهم مش ليك انت لنفسه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هذول ما بيملك لنفسه بيملك لغيره يا جماعة قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ده الله سبحانه وتعالى عشان كذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ديل اثنين قال لك شوف ديل اثنين يعني قال لك كان شوف تاني يعني واحد ديل ما بتساوي قال لك واحد مويته طاعمة عذب فرات واحد ملح وفي الملح أجاج بعد ده قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الحلية دي من المالح البغوي قال وترى الفلك فيه مواخر شو النعم دي فوق الفلك السفينة ماشى وتحت شوية السمك وتحت شديد الحلي اللؤلؤ شنو شنو تحت كلها فوائد وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله اداك النعم دي أشكره بس قال لك بس أشكرني بس والله يا ما أنا قريت آية في سورة النساء يعني توريك إنه الله ده رحمن رحيم والله وإن ابن آدم ده ما كلفه بشي كثير شو الكلام ده كله قال لك شنو قال ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم بس تشكروني وتآمنوا بي ثاني أنا أعذبكم لشو صعبة شو البشر ديل الله ادانا النعم دي كلها قال لهم اشكروني
ابو يشكروا بحر كامل الدليون دمعه ما طلعوها نقطه كذي ما طلعوا. طيب وداونا النعم دي كلها بيشكروا غيره. الزول يجي ورزق قروش ولا القروش دي لقيتها وين؟ يقول لك اه زول انا كان ما مفتح كان لقيت قروش زي دي. قال انما اوتيته على علم. انا زول مفتح وبهاتي مرطبين عشان كده انا عندي قروش. يشكر غير الله. الجنة اللي اداك لي منه يقول لك والله المرأة 7 سنة ما ولدت مشينا لي فكي فلان ادانا جنة وطوالي كيف اداك لي؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الحادث مرقت منه كيف؟ ولك أذول سواق ده حريف الله يشاله بيجاي ميلك تاني جابه بيغادي وقال كذي في كمون جنب المراية كان ما الكمون ده؟ كان حادث كان بيجينا ساردين عديل يقول لك والله يا جماعة بلاوي تقيلة في البلد دي. أي نعمة ينسبها لغير الله كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وكريم أنت تغتر كيف؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله ركبك انت ركب لك اليدين ديل هنا كان ممكن يركب لك تحت والكرعين ركب لك تحت كان ممكن يركب لك فوق وعانى النخر خدتها لك في محل معين العيون في محل معين كان ممكن العيون دي خدتها لك تحت جنب صابعين الكرعين صح ولا ما صح؟ تشيل لك فوطة كل دقيقة تتكاوش تنظف عيونك. أداك لين فوق هذا سوى لك رموش كان جاء ضبانة طق تجي راجع وداك اثنين وركبك يدين كيف كرعين كيف تقوم على هيلك ركب ليك الله كرعين دين تنادي لك زول مركب زيك زي يا فلان الحقني وداك ما مركب ذاته داك ما ركبوا له كرع ذاته وذاك ما ركبوا لي يديه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي ديل عبادي قال ديل عبادي أنا كيف تساووا بين العبد والسيد أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. الله قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الزول بيرضى يا جماعة هسي عليك الله انت ده انت عارف المثل ده. الزول غنيان زمان الرقيق بيشتروا الناس. الزول ماشي مسافر وزول أمير زول عنده قروش تقيلة وماشي مسافر وعنده قصر وعنده حديقة وعنده بنات عمر 18 و19 سنة وعنده أولاد عمر 20 وكذا وعنده زوجة عجباه مرته وعنده قصر كبير ومشى السوق اشترى له رقيق زمان الرقيق اشترى له زول عديل عبد وجابه قال له اقعد في الحديقة دي أنا مسافر ما في زول يجي خاشي البيت ده القصر ده ما في زول يجي خاشيه وفي عمال بيجيبوا لك القروش بتاعت المزارع وكذي لما لي القروش دي احفظها لي لما نجيك. الزول سافر سيد الملوك ده سافر وجبعت شهر لقى الرقيق ده من الحديقه دخل وين جوا القصر وقعد في سريره في غرفة النوم ويرسل في بناته وأولاده امشوا كذي تعالوا كذي وي امشوا هناك جيبوا القروش دي قسموها معايا انا شريك ابوكم واشتراه من السوق انا شريكه ها
انتوا ابوكم ما وراكم ولا شنو بتشيل القروش دي؟ براكم انا ومعاه انا شريكه، يلا قسموا القروش دي حقتنا ولا حقتهم. الزول اللي جه خاشي لقى الزول اللي بقاسم في ملكه وبرسل في ولاده بيرضى يا جماعه؟ ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم؟ زول ما بيرضى. انت كيف انسان خلقه الله تخط مع الله؟ ده عبد تخط مع الله في الشدائد تقول يا الله ويا فلان، كيف تحالف به وحاد فلان؟ تقول فلان بيجيب الرايحة، تقول فلان بيدي الجنة، تقول فلان لو أنا تكلمت هنا هو في بيته بيسمعني وبيعرفني، كيف تديه صفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف تقع في الشرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، أقل ذول في النار بيتعذب، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. كانت دوك أي شيء في الأرض بتفتدي به؟ قال نعم. قال لقد سألتك ما هو أهون من هذا. الله يقول له سبحانه وتعالى لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك به فأبيت إلا الشرك. أنت معاند، عشان كذا في سورة قاف الله سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال عتيد. قعيد، أيوة قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه عتيد، الله يجزيكم خير. الله قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يلا اسمع بعدها قال شنو؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم. ديل منو اللي بيدخلون جهنم؟ منو ده يا اهل بيدخلوا جهنم؟ القيا في جهنم كل كفار عنيد. شفت الزول العنيد ده؟ اخطر زول من اخطر الناس. ادوا النصوص وادوا الايات وادوا الاحاديث، بيعاند بس بتاع ركوب راس بس، يقول لك انا بس كذي بس. هذا والله قال سبحانه وتعالى لا لا يقول لك انا كذي بس، قمت كذي بس. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا قمت كذي بس، يقول لك انا ثابت كذي ما بغير اصله. ولو كان عليه باطل، لو ثابت على الحق ده كويس. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. انت قال جعل مع الله إلها آخر ده إلا صنم يا جماعة. زول قال يا رب نجيني من الشدائد، ده أنا هذا كم؟ هذا واحد ده موحد بس. زول قال يا الله ويا فلان، نادى كم؟ نادى اثنين، ده يكون موحد كيف؟ ده المشرك. ولذلك رب العزة والجلال قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال لك والله لا بينفع لا بضر، فإن فعلت ف
فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم شكذك بيل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ليه؟ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى دمن وجما ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه غير الله اللي بتنادون غير الله سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير قطمير التمر بعد تشقها في نواجوها مصماصة الغشا الأبيض الشفاف بين النوى والتمر ده القطمير قال ليه غير الله سبحانه وتعالى ما بيملك قطمير من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دي فتوة القرآن قال لك ما بيسمعك ولو سمعوا وما بيسمع لأنه لو دي حرف امتناع لامتناع في اللغة العربية وقال لك ما بيسمع لكن لو دارت غالط قلت لا لا بيسمع ما بيسمع بيسمع وقال لك ما بيسمع قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما بيستجيب لك أهو الكلام ده حكمه شنو ويوم القيامة يكفرون بشرككم ده شرك يا جماعة تدعو غير الله ده شرك ولا ينبئك مثل خبير قال قتادة مثل خبير قال يعني نفسه خبير الله سبحانه وتعالى بعد قال يا أيها الناس كلكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله انتم فقراء والله هو الغني الحميد الله الغني والناس عارفين كده لو في ثلاثة زمان أنا بقول للناس كده لو في ثلاثة أخوان لو ثلاثة أخوان فلان وفلان وفلان واحد وزير عربات داخلة وعربات ماشة وقصور وقروش وشيكات وغيره وهنا أوراق بنوك وزير واحد فقير فقير مفلس حالته زينا كذا يعني حالته عادية بيته عادي ذاته العود عامل كيف كان جات مطرة كلهم بيشهدوا هذا البيت كونوا مستعدين للإقلاع في أي لحظة عرفت كلامي وفقير بابه ذاته أجارك الله كان جات غنماية هايجة تلقاه جوا معاك وبيته تعبان وما عيب فقير واحد ثالث تاجر ثلاثة أخوانه شقة والتاجر خش في تجارة خسر دار يودو السجن قبضوا في شيكات وهنا أدوا فرصة بيمشي لبيت جالوس زيه وزيك ولا بيمشي للوزير كده يمشي لأخوياته بيمشي للوزير صح ولا ما صح طيب ما يمشي لذاك ما أخوه برضو الأخوة دي تغيرت ولا شو لأنه ذاك فقير زيه صح ولا ما صح لأنه ده فقير زيه أصل الناس في الشدائد تقول لهم انتوا بتنادوا منه يقولوا من نادي الفقر وانت فقير تنادي فقير كيف انت بتنادي في بجالوس ذاته انت تنادي بجالوس ولا تنادي الغني كذا ولا دار نبز ولا زعل يا جماعه انت ما فقير
وبراك قلت انا بنادي الفقراء، انت فقير تنادي فقراء كيف؟ هو محتاج زيك، انت تنادي الغني سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله شنو باق. ده لو انت عندك شيء وما عنده شيء، ليس لك من الامر شيء، شيء نكره في اللغه العربيه، وليس اداه نفي، والنكره في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. ما عنده اي شيء غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعه اهم شيء الزول يتبع الرسول عليه الصلاه والسلام في العقيده. خليك موحد، نادي الله في الشدائد، نادي الله في الرخاء. يا اخي السلف ديل والعلماء وحتى ناس اللغه وغير، واحد يقول طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، ناس دي بعد نامت بالليل وانا قمت قال، وانا قال عندي مشاكل والناس دي نامت وتوجهت لي الله الذي لا تأخذه سنة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة نعاس، الله ما بنعس ولا بنوم سبحانه وتعالى. قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله سبحانه وتعالى تقوم لي بالليل يا الله تتضرع له وتسأله داير شفاء، تقوم له بالليل، وإذا مرضت فهو يشفين بالنهار بالليل، تسأل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعدك الله، وعدك، قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ده وعد. عمر بن الخطاب قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أنا بشيل هم أرفع يدي كيف، لكن أنا كان رفعت يدي تاني ما بشيل هم، لأنه هو وعدني ادعوني أستجب لكم، ده ما وعد، بس أنا كيف أدعوه. ده كذي كانوا الصحابة بيفهموا كذي. شكاية الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قال واسألوا الله من فضله، أسألوه. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. زكريا عليه السلام ده ذول كبر في السن، سأل الله بالجنة ما اداه. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، شو ذاته أنبياء ديل بيعرفوا يدعوا ذاته، ناس بيعرفوا الكلمات يطلعوها كذي دعاء ذاته من جوا القلب، ودعاء كلام عجيب. رب لا تذر، يا الله ما تخليني براي، أنا كذي براي كذي وأموت وخلق، وين العلم وراي اللي بيشيل العلم منه؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله صلح له زوجته. الله سبحانه وتعالى قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، شو الانكسار، واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. نبي قال مرتي عاقر، يقولوا فكيف بدي جنة كيف بدي جنة، ونبي ما بدي جنة، قال مرتي عاقر. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أيضا يونس عليه السلام قال الله تعالى عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، إن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه في رزقه، ظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، قال في ظلمة بطن حوت وبحر وليل وسحاب، نادى منه؟ نادى الله سبحانه وتعالى: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. زول الله مرقوا من بطن حوت، تمرقك من مصيبة عربية دارة تنقلب ولا كذا، زول ينادي الله براجمة توجه إلى الله حقيقة تكون في، وكذلك ننجي المؤمنين. نمرة اثنين يا جماعة، الإنسان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة، أي عبادة دار تعبد بها الله باختصار، دار تعبد بها الله سبحانه وتعالى، شوف عندها دليل من الكتاب والسنة أعمل بها أعبد، ما عندها دليل ما تجامل الناس فيها لأنه بتتورط بعدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تخش لك في براءة زي دي؟ رسول يتبرأ منك صلى الله عليه وسلم؟ تقع في البدع، كلام مخيف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. تعبد الله بالسنن، دار تذكر، تذكر بيدك كذا ولا كذا. الدليل في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. والأذكار ذاتها، سوي الأذكار في السنة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، دي الباقيات الصالحات كما في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أنبئك، قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أنبئك بكنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، كنز من كنوز الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كنز في الجنة، كنز بتاع دنيا زي بتاع ذهب بيسافروا لمن هنا ويتغبش الواحد وشي يبقى زي الفول مدمس إيه وتعبان، ولك لقيت لي كرتة بتاع التراب، كرتة بتاع كنز في الجنة، كنز، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. صعب يا جماعة. في سنن الترمذي وصححه الألباني كما في صحيح الجامع من رواية جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. صعبة كذا، من هنا للبيت دي كم نخلة؟ يا سيك أن قلت عندك نخلة كان الله قبل منها. سبحان الله العظيم وبحمده، وزول عنده نخلة في الجنة معناها بخشها ولا ما بخشها؟ ما عنده حاجة جوا معناها بخشها ليه؟ ما هو عنده حاجة جوا يعني. واحد قال لي وأنا اديته الحديث، قاعد يقول لي
كان قلتها مرتين سبحان الله العظيم وبحمده، قلت له بدوك نخلتين سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، وكان قلتها ثلاثة قلت له بدوك ثلاثة نخلات. الليلة قال لي بقلب مزرعة حديد. مشى بعد ساعتين جاني بعد ساعتين قال لي دار شجرة مانجا أقول شنو؟ أنت كان قلت هي بيدخلوك الجنة طيب تلقى مانجا وبرتقال وإيش تلقى الدائرة تلقى أحسن منه. ولذلك أنت الأذكار الشرعية دي والعبادات الشرعية ما تدعب في بدع ساي. ثلاثة يا جماعة قبل الأخير تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق، أخلاقك دي تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. كان عنده حلم، كان حليما صلى الله عليه وسلم. في ناس بينبذوك ويسيئوا لك، هسه الراجل كان استقام على السنة بيسخروا به والرجل وده شنو والتعامل كده ليه؟ ولا هم في شنو يقول لك جلابتك دي يا أخي ما في قماش في البلد ولا شنو أنت؟ ولا والله في قماش راقد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل إزاره أو الجارب بالواطدة والمنان الذي ينفق منة يمين على الناس. سويت ليكن وعملت ليكن. والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله رأس ماله كذي كذب زاي رأس ماله كذي والله ما أقوم من قاعدة تدي والله حليفة ذات مجوبك. لكن شفتها كل أعدم جناي يقول لك وحليفة كلها باطلة قولوا حياط الله بعدين وكذب زاي وبالكذب. فديل قال لك في خطر شديد إزارك دار فوق ما تشتغل بالناس لا بيصنفونا بقولوا إنتوا من الجماعة. قال لا أنا ما تابع لأي جماعة ولا أي شيء، بس أنا الرسول قال كلام بعمل صلى الله عليه وسلم، ما تبقى في أي جماعة ذات خليك حر زاي. وكأن مرة طبقت الشريعة في نفسها زاي ظاهرا كده قال لي الآيات الباقة لبسة الزي الشرعي أهزولها ولك إذا ذاته ما عرفنا ماشي ولا جاي يقول لك استبل يقول لك الزي الغراب ده شنو وده ما أحسن شيء أحسن شيء كده. لأنه الله في القرآن قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب يا هدى جماعة فتحة دي لأنه الجيب الفتحة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا يعني شنو مش شالوا جابوا يعني قدوا يعني نحتوه. الجوب يعني الفتحة. وليضربن بخمورهن، سموها خمار لأنه بغطي مش الخمرة بتغطي العقل بتغطي عقل الزول، سموه خمار لأنه بغطي. وليضربن بخمورهن على جيوبهن كده إلا عجرة ولا شفت كيف مرة دي تلبس الزي الشرعي وتكون ذات مرة مهابة. هاس المرة اللابسة بنطلون البيت اللابسة بنطلون يا جماعة وجاد على الطرحة وماشية في الشارع بيشاغلوها هي ولا اللابسة مغطية؟ سألكم بالله بيشاغلوا هذا لابسة بنطلون ومشاغلوها هي لأنه ديك هيبة. وحتى لو في وحدات مجرمات شوهن الحجاب لأنه في بعض الناس يقول لك واحدين مجرمين ساي يا مولانا بيلبسوا من الشمس ساي لكن دي المجار مساي. الزول لو مجرم حاول يسيء إلى السنة الزول بيخلي له السنة يا جماعة. هسي ما في ناس عندهم اللحى والرسول صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب واعفوا اللحى وهم مجارمة صح ولا ما صح؟ والله يديك شيك طاير يخليك انت ذاته تطير معاه تقرب تطير معاه ومجرم تلقاه زاي. هل ده دي السنة؟ دي ما السنة ولا السنة قالت له واعمل كده. لكن انت ما بتترك السنة عشان فلان ولا فعل فلان، تطبق الدين والله بيزعلك من العرق ده
لأن يا جماعة لازم المرأة تلبس الزي الشرعي وتخاف من الله سبحانه وتعالى وتتقي الله جل وعلا. والعلماء قالوا الزي الشرعي فيه 7 شروط: إنه يكون طويل ما قصير الثوب، وإنه يكون تقيل ما يكون خفيف شفاف، وإنه يكون ما زين في نفسه يرقش ويسوي وكذا، وإنه ما يكون مطيب في ريحة. نمرة 5: ما يشبه زي الكافرات، ثوب الكافرات يعني، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما في مسند أحمد. نمرة 6: أن لا يشبه ثوب الرجال، مش بناطلين. وهسه في تساهل يا جماعة، أنا شايف في الشارع ده كثير من الناس يا جماعة، أنا ما يعني برضو ذول من المجتمع، تساهل كثير. شنو شايفه في الشارع؟ بيت تلقاه عمره 8 سنة و9 سنة ملبسينها لبس تلقاشين وجسمها كله ظاهر، يقول لك يا مولانا دي ما صغيرة ساي، وقبل كم سنة جابوا في الجريدة بيت عمره 4 سنة ظلموها ساي. تساهلة ومشاكل كثيرة، والمجتمع عارف القصة دي، صح ولا ما صح؟ 4 سنة وناس 4 سنة، في ناس ما بتسلم منه 9 و10 سنة، كيف أنا ألعب بها؟ لك ما خليها زي يا مولانا، ما في شيء ما في شيء مشاكل. 7: ألا يكون أي هذا الثوب ضيقا، وإنما يكون واسعا فضفاضا. التوب ده إذا توفر في المرأة دي مرأة لبسة الزي الشرعي ودي فيها خير، تثبت وتصبر على أذى الناس بيأذوها تصبر. الله قال فاصبر على ما يقولون، هم كان ما بقولوا الله كان قال له اصبر، فاصبر على ما يقولون. آخر شيء يا جماعة نمرة 4: الزول يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في المعاملات، زواجك يكون زواج سنة، ما تجوط البلد حفلات وجوطة واختلاط وكوشة، كوشة عديل بيخطوا فيها راجل ومر، كوشة البيت كانت في البيت راجل ده يهز ورز، مو اللوري ده بيد واحد لا هيدروليك ولا أنا شغال كان زول أسد، بيته خاتية جوا في الغرفة ذات جوا هناك، يجي المعلم ده يخطبها وجايب لك كيسين موز، تقول داري خطيب لك كل كيسين موز وكيسين شنو وهناي، بعد عقد له قبيل كانت مستورة، راجل قاير نفسه الدالي راجل ده يسوق يخطها في الكوشة فوق، اسمها كوشة ذات اسمها كوشة يا جماعة، فاضل دقيقتين اسمها كوشة عادي، ويجوا الجماعة يصوروها ويعلقوا على تعليقات ذاته تتعجب ويرفعوها في الفيسبوك، دي بنت الجبال كانت مستورة الدالي راجل بدل يستورة نشرها في العالم. ولا أراد تكون على السنة يا جماعة، الوفاء لما تجي طبقوا السنة، ما يسووا البدع فرشات والفواتح والبدع بلاوي، أي شيء تتعامل بالسنة في حياتك، لأنك انت عبد لله. في ختام الكلمة دي، انت عبد، وما دام عبد يبقى عندك سيد، وما دام عندك سيد السعادة في طاعته. سأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. وأنا في ختام هذه الكلمة أشكر للجميع حسن استماعهم، وأشكر لأهل هذا المسجد الذين فتحوا لنا هذه الفرصة، سأل الله يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل مسجدهم هذا منارة لتعليم الناس ولنشر الخير.